رفيقي أنسي رفيقي عدتي في يوم ضيقي نعمة الله علينا نور الطريق إنه آيات ربي قدره في لب قلبي وبه تصفو حياتي وله الروح تلبي فرحتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعدد جديد ومتجدد من مصحفي، هذه المرة من ولاية برج بعريريج. وسؤالنا لهذا العدد يقول: من هو أول من خط بالقلم؟ دعونا مشاهدين الكرام نكتشف معكم الإجابة الصحيحة. وله الروح تلبي أنسي رفيقي. السلام عليكم. السلام ورحمة. وش راكم؟ لبس خونا ناس البرج. الله يبارك. الله يسلمك خويا، مرحبا بكم. سؤال مصحفي لهذا اليوم يقول: من هو أول من خط بالقلم؟ من هو أول من خط بالقلم؟ ما يستمرون سيد أول من خط بالقلم ونبي، هذا النبي سيدنا آدم. لا، زيد لي اسم، زيد لي اسم ثاني. سيدنا عيسى. لا، آخر اسم. نقول لك إن شاء الله إذا كان الجواب صحيح نادي لك بصحة، ما كانش الإجابة صحيحة نقول لك المرة الجاية إن شاء الله. سيدنا يونس. للأسف، بارك الله فيك. انا على بالي شكون اللي قالوا اقرا، على بالي بلي اول من جبريل عليه السلام نزل على الرسول عليه الصلاه والسلام قالوا اقرا، قالوا ما انا بقارئ، قالوا اقرا. اول واحد كتب شكون اللي كتب مصحف كتب في عهد عثمان بن عفان؟ اللي كتب اول من خط بالقلم ما من الاول الذي خطب بالقلم؟ إجابة هذه والله ما لحقت لهاش بعيدة شوي. جازت عليك مقبل. جازت عليا بصح والله غير نسيتها، راحت لي الحكاية تاعها والله غير نسيتها. حاول حاول، ممكن يكون اسم صحيح تربح معنا مصحف شريف قرابة رمضان. شكون هو أول من خط بالقلم؟ شكون هو الأولاني اللي كتب؟ اللي كتب كتب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا وجهت. زيد زيد قولي وحدة. والله عمر بن الخطاب رضي الله عليه. لا لا، زيد لي اسم ثالث. والله ما فهم، نسيتو مالا والله غير نسيتو. نسيتو وتالي نعرفهم، هاني نقول لك خويا تالي نعرفهم ان شاء الله. ربي يحفظك. امين ان شاء الله، لينا وليكم ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب. لبس مع رمضان؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ما يغلبكش؟ ما يغلبنيش، احنا عندنا الريتم تنوض الصباح تلقى بصلاتك تيفيتي الامور اللي وين كاين المشاكل للسوق وهذاك المشاكل التي بالعباده وتروح تروح العشوة وصي عايش عادي. ما شاء الله عليك. الحمد لله. باين في وجهك الله يبارك. الحمد لله الحمد لله. درت عمره وكيل. درنا هذه نورمال هذه. ان شاء الله. ربي يتقبل ان شاء الله، ربي يتقبل. نسألك سؤال في مصحفي وإذا جاوبت إجابة صحيحة نهدي لك مصحف إن شاء الله. إن شاء الله يكون سهل. إن شاء الله. سهل. سهل. روح. تفضل. أنا ذلك عارف. تفضل. من هو أول من خط بالقلم؟ الله راحت يدي. راحت. أول من خط بالقلم الله أعلم سيدنا داود عليه السلام. داود. عليه السلام. زيد خمم.
متأكد من الإجابة؟ أنا متأكد سيدنا داود عليه السلام. زيد لي اسم واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم محمد. تمنوا لك رمضان مبارك. يرحم والديكم وصحة رمضانكم إن شاء الله. بارك الله فيك. خطاب القائم. واسمك انت؟ إلياس. إلياس راهو قريب من اسمك. سيدنا آدم. لا محمد وقريب من اسمك. انا قلت لك سهلتها لك. انت الياس هو قريب. هو من الخط اللي جمع الصحف والله والمن هو محمد صلى الله عليه وسلم. لا. زيد لي اسم واحد اخر. اللي هو اللي نزلت الايه قرا. قالوا قرا والقلم علم. إيه قرا. نقول لك خط كتب نو جونس با كتب والله رز. يعني يعطيك صحة ستيم بون كيسيون بون يدي تقعد لي في لا ميموار نتاعي جوسكا لا ديرنيير ميني دو ما في. والله رافيك بليزير بلا هذا لي كيسيون. الموضوع يعني حطيته لي خير من الاسئله اللي فاتت الاخرى. الله يحفظك وليدي. وين يعني والله راكم تنورني. ما نحبش يعني حاجه شكون قلم. عفان بن عفان رضي الله عنه هو نبي. نبي نبي من الانبياء. عيسى عليه السلام. لا. موسى. لا لا. ها ابراهيم. لا. نوح. ايوب. الملاك لي سيدي. معليش ربي عبد ربي سترك ان شاء الله ويطول في عمرك. ما هذه ماش قول لي اسم. ما نعرفش. أول قل بالعيد. أول من خطى بالقلم. أيوة هالسنة تعرفوا. والله أنا أعرفه لكم. أقول لك أول من خطى. خيقة خلي هو يجاوب. أول إنسان خطى بالقلم. والله ما أعرفه ويسيت. شوف لي منا وانت عاطي لي تاجر. اني ما عرفتاش كيفاش يعني. وتاني نقول هذه صوره يسمع. وسمع وش قال وش قال معاهم كمل معاهم. الله علينا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. والله غير الحمد ربي نشكر. مع رمضان في البرج هناك ان شاء الله يا ربي. والله غير الحمد لله نعمه. والله غير النعمه الحمد لله ما شاء الله. ربي يدومها ان شاء الله. ان شاء الله ربي يدومها ان شاء الله يا ربي العالمين. التراويح ما شاء الله. في التراويح تلقى الامن الوطني يدير في الاوردر. والله غير كي تخرج داخل الجامع والله خارج من الجامع تقول الحمد لله يا ربي. تقول الحمد لله. ربي يدوم الامن والامان ان شاء الله على البلاد ان شاء الله. والمرشي منكم تشوف به ثاني كان ان شاء الله ثاني تكمل هكذا ولا اقل. الساعه هذه راهي الحمد لله. والله يا الخضره غير راهي باطل ما شاء الله. لا من جهه الخضره لا من جهه الديسير. الحمد لله يا رب. الحمد لله الحمد لله. ربي يدومها ان شاء الله. ان شاء الله كل عام هكذا وربي يعطينا الصحه والهنا في هذا شهر تاع رمضان. نطرح لك سؤال واذا جاوبتني جواب صحيح نهدي لك مصحف ان شاء الله يا رب باش تقرا فيه رمضان وتختم فيه ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله ما يكونش سهل سهل ان شاء الله ونعاونك ان شاء الله. روح هي. أول من خط بالقلم شكون هو الأول اللي كتب بالقلم؟ الأول اللي كتب بالقلم هو سيدنا يونس. يونس الله أعلم باش لها الشافعي عليها. الله أعلم يونس. زيد خمم شوية. يونس والله يحيى سيدنا يحيى. زيد شوية. يا وراني شافعي عليها. والله غراني شافعي. ما عنديش بزاف وين نشوف فيها. هو هو الاول اللي خرج في ها قول لي ها كي خلق ربي العالمين كي خلق الدنيا هذه. هو القلم هو الاول بالصح اللي كتب به هو نبي من الانبياء. قلت لك يونس خاطي يحيى زكريا خاطي ادريس صح
إدريس هو إدريس عليه السلام. عليه السلام. بارك الله فيك. الحمد لله اللي جاوبت عليها. والله الحمد لله من اللي جاوبت عليها. وبارك الله فيكم وربي يجيكم ومرحبا بكم. إن شاء الله تجيو في رمضان ونعطيكم تفطروا في داري إن شاء الله. بسم الله بسم الله بسم الله يا رب. بارك الله فيك وربي يجيك. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. بارك الله فيك ربي ينجيك ان شاء الله ويرحم والديكم وربي يعاونكم ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راكم؟ الحمد لله على كل حال. الحمد لله. رمضان. اهلا وسهلا ومرحبا بك وبرمضان ان شاء الله. الله يحفظك. امين يا ربي امين. سؤالنا لمصحفي لهذا اليوم يقول: من هو اول من خط بالقلم؟ أول من خط بالقلم، أول من خط بالقلم سيدنا آدم، سيدنا نوح. بالإجابة واحدة. سيدنا إدريس. سيدنا إدريس عليه السلام. متأكد؟ قلت لي آدم ونوح وإدريس، أعطيني واحد من هذا. 90% 90% إدريس عليه السلام. إدريس عليه السلام. نعم فعلا هو الجواب الصحيح. إدريس عليه السلام هو أول من خط بالقلم. مبروك عليك، ربحت معنا مصحف شريف. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. الله يحفظك. شكرا جزيلا. شكرا. الله يحفظك. هذا برواية ورش عن الإمام النافع. والطبعة هذه تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. أقول لك إن شاء الله تقرأ فيه أنت والعائلة الكريمة إن شاء الله، ويكون صدقة جارية لنا ولكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم وشكرا لقناة القرآن الكريم على معتق قناة القرآن الكريم. ربي يبارك إن شاء الله في جهودكم المباركة، والسلام عليكم وصحة رمضان. أول من خط بالقلم سيدنا إدريس. إدريس خياطة. سيدنا إدريس أول من خط بالقلم. غلط إدريس. إسحاق. سيدنا إسحاق. إسحاق ولا إدريس؟ إسحاق ولا إدريس. إدريس خياط، خدم الخياطة. وزاد وزاد خيط ال زاد زاد كتب زاد كتب زاد كتب. بارك عايش عليك. ما شاء عايش. بارك عليك. بارك فيك. الله يحفظك. بسم الله. الله بسم الله يا ربي. ان شاء الله هذا مصحف شريف عن برواية ورش عن الإمام نافع تقرأ فيه في رمضان ان شاء الله. هذه طبعة في رمضان ان شاء الله. طبعة طبعها سيد الرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تحت الرعاية بتاعه. بارك الله فيه وربي يدومها إن شاء الله علينا نعمة، وإن شاء الله ربي يسرنا لما هو خير إن شاء الله يا ربي. عايش عايش. أمسي رفيقي ركتي في يوم ضيقي نعمة الله. هكذا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية هذا العدد من برنامج مصحفي. فريق مصحفي يتمنى لكم إن شاء الله صيام مقبول، وغدا إن شاء الله في ولاية أخرى وسؤال جديد. نترككم في حفظ الله ورعايته. أنسي رفيقي.